السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. معكم أخوكم ركاب قناتهم جيمز هنتر، اليوم جاكم حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة مونت بليد وذ فاير اند سورد. الحلقة رقم ظاهر انها يا ستة يا سبعة، لا ارجح انها ستة. طبعا هذا الخان اسلام جيري اللي هو بيصير ملك المسلمين، ملك الدولة هذه اللي هي مسلمة، عشان كذا سميتها المسلمين. اللي حبيت اني اشتغل تحتها او اصير امير تبعهم او فسل او على الاقل سكاوت. فانواع الامراء عندهم هنا ثلاثة: سكاوت، بعدين فسل، بعدين امير. يعني السكاوت هذا يعني يحمي المنطقة زي كذا، ما ادري هل يمديني اصير سكاوت او امير، ما ادري الله العالم وش المناصب اللي عندهم، ما ادري ليش. لان اصلا كل ما اسأل السؤال يقول ليش، كل ما اقول له ماي لورد اي هاف كم تو اوفر يو ماي سيرفيس، انا جاي طويل العمر ابى اقدم لك خدماتي، يقول لي ايش، انت انسان محترم وزي كذا ومتنافس وذا، بس ايش اذا فعلا انت بتصير تحت رحمتي او تشتغل تحتي فلازم تروح تحارب اعدائي. فنجي احنا نقول اوكي ما عندي مشكله، نشوف من هي من او من هي ايش قاعد اقول. طيب من هم اعداء الكريمن خناتي؟ فنجد ان الانميز حقونهم موسكوتوف وكوساكي مناتي، اللي هم اصلا علاقتي معهم انا سالب. موسكوتوف اللي هم الدولة الروسية، والكوساكي مناتي اللي هي الدولة الحمراء هذه اللي هي هنا. فهجومي عليهم حيسعد المسلمين، ونفس الشيء هجومي على طيب هجومي على الدولة الروسية دي برضه راح يسعد المسلمين، وهذا من دواعي سروري. طبعا في شيء غريب صار خلف الكواليس. طبعا وش اللي صار خلف الكواليس؟ بقول لكم الاشياء اللي صارت خلف الكواليس. الشيء الوحيد اللي صار خلف الكواليس يستاهل نتكلم عنه هو اني انا زرفت ملابس واحد من المرافقين تبعي اللي هم هذا كارلسون ويلسي. كارلسون اخذت منه الملابس اللي هي البودي، ويلسي اخذت منه الخيال، اعطيته الحمار اللي كان معايا، قصدي البغل اللي كان معايا، و يعني صار أدائي أفضل شوية. هذا هو الخيال الجديد اللي أخذته من المرافق، وهذا الملابس الجديدة اللي هي البودي الجديد اللي أخذته من كارلسون. فالآن صرت أصمل أكثر في المعارك، يعني أوقف على رجلي أكثر، لأنه صراحة ملابس اللي في السوق غالية مرة ولا تسوى، يعني الأسعار الخرافية اللي حاطينها عليه على 4000 على 5000. المرافق ذا انا جبته دافع عليه 500 ثالر، فيعني بنستفيد منه ناخذ ملابسه، لانه كذا كذا ما راح يفيدني داخل معارك الا اذا انا لبسته ملابس قويه. فمبدئيا قررت هذا القرار. واللي عجبني اكثر في مونت بليد وذ فاير اند سورد اللي هو هذا الاصدار، في معركه طبعا هذه تكلفة الجنود صارت كبيرة الحين، صارت 300 كل اسبوع، ما ادري ايش المعركة دي. هذول الامراء زي كذا ما يعرفوني. بقول لي عندك مهمة ليا، ها طيب ازت هابنز جيمز هنتر يقول لي يعني شيء جميل اني قابلتك. اي برمس خان اسلام جيراي ذات يقول انا وعدت الملك حقنا I would provide a company of mercenaries، اني بسوي مجموعة يعني ناس متطوعين for an upcoming campaign، لعملية هجومية قادمة. What do you say to entering the service of Kremen Khanate؟ ايش رايك بس تدخل معانا في المملكة؟ طيب انا هذا اللي ابغاه، رحت تكلمت ملككم ذا راسه يابس، هذا mercenary captain، انك تكون انت كابتن الجروب هذا، بيسوي جروب بيحطني انا الكابتن. يا حبيب قلبي هذا انا ابغاه. I have no doubt that you would be equal to the task. يقول أنا عندي إحساس كبير أنك أنت إنسان تنفع لهذا الشيء. وقلت له أكيد. يشرفني. يقول لي ممتاز. Of course you shall have to make a formal declaration of alliance and give your oath that. يقول لازم تروح وتعلن انضمامك. يا أخي ذا الخيل والله أزعجنا يا أخي. طيب. And give your oath that you and your company will remain in service to Kremen Khanate for a period of no less than 3 months. يقول الحين روح للآزيا ويش your enemies are my enemies. طبعا الآن تحسنت علاقتي مع البوليش ريبوبليك. لا صارت صفر مع البوليش ريبوبليك، لأن هذول أعداء البوليش ريبوبليك. وصارت علاقتي سيئة تقريبا مع كل الممالك إلا مع المسلمين، كل الناس يكرهون المسلمين.
لكن انا اوريهم بندفعهم الثمن ان شاء الله. ف الان انا بروح اعلن انضمامي. الظاهر اني انضميت، الظاهر هو لانه كنا قال لي روح كلم الملك قول له انك بتنضم، بس اتوقع انه ايش المهم في مهمة، خلنا ناخذ المهمة بعدين نطلع عشان المهمة ذي تعطيك خبرة وزي كذا. الان انا زي ما انت شايفين لو اروح على النيشنز بعدين اجي على الكريم الكناتي المفروض تلقى اسمي هنا، فعلا هذا هو اسمي، شوف الخشية كيف. بس طيب الان انا صرت مع الكرايم الكناتي زي ما شايفين، ابرجع اكلم الملك اشوف الملك وش يقول. فانا نجحت اني اوصل لبلاد الاسلام زي ما قلت لكم في الحلقة اللي راحت، سمينا الحلقة ذيك الى بلاد الاسلام، والان انا احد يعني الفاسلز التابعين لبلاد المسلمين هذا اللي هي اسمها الكريم الكناتي. He said that Allah is for us with those who don't pay taxes. Allah the great, our wise Lord, so cares about his subject that takes away all their excess money. يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما يرضى الناس اللي ما يدفعون الديون اللي عليهم وزي كذا، هذا شعار الدولة هذه اللي فيها الملك. فدائما تلقون اسم الله سبحانه وتعالى موجود في اللعبة هنا بشكل كبير، يعني المفروض يكتبون Almighty الله يعني تقدير للاسم، مو بس كذا الله سادة كذا بدون ما يكون سبحانه وتعالى. يعني على العموم I wish to swear an oath of filthy and fight for your cause my lord. ايوه طبعا انا الان هو قال لي روح وسوي القسم، القسم عند الملك اني انا خلاص يعني فعلا بسير تحت رحمتكم. You have yet to show a competent commander. رافض هو، على ما هو رافض اني انا اصير ملك، لاحظ مو ملك يعني امير قصدي. شوف انا الان تابع ليهم بس الى الان ما صرت 100% تابع ليهم زي ما شايفين، بس في مهمات جديده جت، مع انه قبل شويه كان ما في مهمات، فالظاهر اذا حسنت علاقتي مع ذا الملك اكثر بصير فعلا امير، لكن انا الان مو امير. اوكي الله ما ادري ايش قال لي، ضغط ضغطه غلط. انا الان سبجكت يعني زي ما تقولون ايش مجرد يعني تابع او شيء زي كذا. طبعا هذا ديزرتر ضد ان نجلدهم لان انا اسرع منهم. الان تبدا تطلع التقارير، اي احد يهجم على الكريم الكناتي يجيني تقرير على طول بما اني صرت تابع لهم، فيقول لك ايش القلعه هذه اللي هي تابع لنا has been besieged by hitman of kosaki minati من الشعب الاحمر، احنا بنضرب هذول اول شيء، بدنا نجلد هذول. لحظة لحظة في معركة، معركة ما بين كوساكي ميناتي وما بين سكاوت، ندخل ونفزع للسكاوت اللي هم سكاوت تابعين لينا، عددنا 164 ضد 11 يا حلالهم. زي ما انت شايفين الخيل اللي معايا، فرق بين الخيل اللي معايا ذا والبغل اللي كان معايا قبل. طبعا هذا الحين يقول ثانك يو مدري ايش، كسبت واحد ولاء وثمانية ثالير، يعني مع انه كان في واحد من المنصور باي، منصور باي ذا كان جاي بيفزع، تعال يا منصور باي تحسن الامه. ليش؟ Last time we met you fled from me. That was a wise decision. زعل مني لاني مرة هجمت، صح كنت مهاجم واحدة من القرى تبع المسلمين، زرفتها اول ما بديت التختيم.
خلف الكواليس او انه شفتوها، بس احيانا بحاول احسن علاقتي معاه. طيب مو مشكلة. طبعا هم قاعدين يحاصرون هذه القلعة، اللي هو الشعب الأحمر مسوي كامبين وجاي يحاصر القلعة هذه الفورترس، فصراحة ودي أدخل وأدافع عنها، وبنفس الوقت ما ودي. خلينا نشوف تحركاتك. ودي أجلد هذول. تعال 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 تعال. أيوة 300 ضد 10. يا سلام، أدائي صار أطلق من أول بمليون مرة. أوح والله ضرب الخيل حقي، شوف كيف سوفي. امسك الوسط. ايوه كذا والله يا هو قوي الوسط. شوف الخيل اللي معايا كيف. طبعا انبسط مني. سترينجر وي هاف نت وات از يور نيم. قلت له ما نيم زراكان. بدأت اعرف احسن علاقتي معاهم زي كذا. خل نفسي مع ذولا. لحظة لحظة، شوف 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 يا ساتر. خلنا نحاش يا ساتر، كلهم ذولا فزعوا. ياو شوف الخريطة كيف، ما تبان من كبرها يا رجل. يا ساتر، الله يرحمك، والله كان انسان طيب. مع نفسك يا حبيبي. طبعا ايش هو الحين بعد ما دخلت مع هذا المملكة او هذا الشعب، يصير ينفتح لي ثكنة خاصة ما تنفتح للناس اللي داخلين مع شعوب. الثكنة هذه فيها جنود أفضل من الجنود اللي تلقاهم في الماشينري كام، في المخيم هذا اللي تطلع منه جنود بفلوس. عند واحد اسمه كوماندر، عند واحد اسمه جنرال، حسب ما قريت أنا في الويكيبيديا تبع اللعبة، قال لي تلقاه بالفورترس اللي هي القلعة دي، أو الكاسل اللي هي القلعة اللي أصغر من الفورترس. فما أدري الكوماندر يمكن يا هذا، أتوقع لأن شكله زي كأنه كوماندر. لا هذا بريزن جارد، هذا حارس السجن، وهذا أكيد الماير. ايوه طبعا الماير هذا يعطيك كرفانات او شي زي كذا، ويعطيك مهمات. اعطاني والله مهمات. طبعا ايش معطيني؟ كرفان يبغاني اوديه لفف. هذا الكرفان امشي لفف هنا. طبعا لفف وين، لحظه خلنا نوقف. لفف وينها، وين هذه لفف؟ خلنا نسوي زي ما قال ذاك. ايوه قريبه قريبه، بس مش كلام، مكانها خطر من داخل شو شو شو. تعال يا رجال تعال، الله تمردغ فيك، بس بنكون حذرين مره. أجل تدرو. اتبعوني بسرعة بسرعة بسرعة، ما ينفع نجلس، لازم نمشي، قاعدين يذبحون فينا. لا كذا ما ينفع، كذا الوضع خطير مرة.
يا لبيه. أم عاد كفو كفو فشو ايوه لا يطلق لا يطلق يلا 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 يا حلوين يلا اوه ايوه ما في الا كذا ابغى خيل انا بس لا يعشق الله هناك بس والله معركة قوية صراحة كلهم ماركسمن والله 13 ماتوا 7 مجروحين بس ايش ناخذ منهم ناس الحين هذول اتوقع يتطورون بعدين فولنتير يا سلام يبغانا نريح طبعا كل اغراضهم ذي قرنبع ما عدا ذا هذا جامد السلاح مره جامد زي ما شايفين طبعا مشكلة الطريق هذا كله ايش قروش شوف خلينا نجي ننام شوية باب فزتر مسكتير تعال نبغى ننام نريح لأنه الدم أغلب أخوياي رايح فيها اتوقع كذا كفايه صح 148 39 لا والله ما كفايه بس مو مشكله وين خوينا ذا القافله حقتنا وينها ايوه يبغانا نوديه لفه فجن ها والله مكانها مره معفن بس الله يستر هذا بحد ذاته مغامره ان شاء الله ما يقابلونا قوات عدو زي هذا المعفن مثلا خلينا نشبك مع ذا الامير حسنت علاقتي معاه شوف هذا الكامبين حقهم ماشي بعيد عني الامر حقهم بعيدين عني مرة يعني وين رايح؟ اخلص يلا يا اخي يلا هذا لفه فصلناها طبعا علاقتي مع البندين ما هي مرة صارت صفر يعني علاقة ما في علاقة حلو اخذت 600 خبرة وثالر ومدري ايش طيب واحد من اعضائي نفل نعطيها قوة هذه باور سترايك انتهينا ما ادري اذا يمديني ارسل من هنا تريد ما يمديني ارسل شوف علاقاتنا مع الدول سالب 40 مع المسكتوف وسالب 40
مع الكوساك. طيب، مع البولش والسويديين يعني عادية، ما في علاقة، صفر. فنقول الله يستر. يقول لك ايش، جاتنا رسالة في كامبين، في عملية، في هجمة بتصير من بيس دخان، هو بيكون القائد حقنا المارشل، نفس وارباند الآن، نفس وارباند. بيركوب هاز بين بسيجد. طيب حربنا الآن مع الكوساك زي ما شايفين، محاصرين هذه. ف بدي اهاجم ذولا صراحة. لا، مو كلهم عاد، هو قروشة. طيب عددهم 30 بس، يا سلام. بنجيب رأسهم إن شاء الله. يا سلام، لحظة الخيال حقي بيروح فيها. لا أشوه، ايوه زي كذا. الله يا هبلت فيهم تهبيل، خذ لك. يا سلام، وين الثانية ذلاك؟ نحاشه كله. طيب مات مني 12 وخمسة مجروحين. يلا وش ذا السلاح؟ شكله أفضل من اللي عندي. سبيد ريدنج 29، هنا 38. لا فرق. طيب والله ما أدري، طبعا عددنا احنا رايح في امها. هذا ما راح يمسكني المفروض، لان سرعتي اسرع منه. كيف مدينة نحاش؟ هم هنا محاصرين المدينة ذي.
لا هناك امشي يا حبيبي بلا كلام فاضي. والله مسح. طيب الموتى هنا كثير صراحة، بس يعني أنا ننام بس نريح. طيب ريحنا شوي، بغانا نزود جنودنا. عاد ما أدري وين ال هذا اللي قال تعال. ايه هذا وينه؟ is on the way and should be close to Bud Jack at the moment. تمام، بندخل بالكامبين حقهم. كفو والله، فيري ويل. صار بدين ارسل له هذا. ايوه فيري ويل. بروبلم ذا كرفان شال هيد تو ليف. اذا حسنت علاقتك مع المير يصير يمديك ترسل كرفان. حلو، عندهم رقمح قيمته 7 ثلاير. وش 7 ثلاير؟ طيب مع نفسك، ما تسوى التعب، خل نروح للكامبين. بس كويس اننا عرفنا مدينة نسوي تجارة. طيب واحد منا من حين هذولا هو المسؤول عني. اي هذا هو المارشال يعني، حسنت علاقتي معاه. اما من 1 لـ 0 I have been able to escape last time. ايه كلهم مقهرين انه اخر مرة هاجمت، كنت هاجم على واحدة من القرى حقتهم فالحين صرت معاهم زي كذا. طيب الزبدة، قلت له أنا عندي هذا، علاقتي عاد تتحسن معاه، قال خلاص عاد تعودها يا ورع. والحين بدخل معاه في الجيش، في هجمة بيسوونها. فولو نتابع نشوف وين بيروح. speak about a task need performance. طيب يبغاني أجي. أجري. والله ما أدري إيش قال لي بس الزبدة. خلينا نشوف إيش يبغى. يقول لي سوي سكاوت، يعني روح سوي استطلاع على هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة، وبعدين لازم ارجع له. اول شيء المنطقة دي وينها؟ ها المناطق. طيب ما مشكلة. والمناطق الثانية وين؟ طيب لحظة، هذا اقرب، هذا اقرب. أما الأصوات هذه حقت المضربات، أبغى أشوف كم فيها حارس عشان يقدر يشوف يهجم على مين. هذه 275. طيب هذه خلصناها، الحين يبغانا نسوي سكاوت على ذي. هذا شفيه معلق وقاعد هنا على هذه. الله يستر لا يقابلني أمير منهم. طيب هذه ما شفناها، 138. طيب الرابع وشي هذه؟ والله ناوي يضرب ضربة جامدة ذا. طيب 181. طيب وينك انت يا الأمير؟
وين رايح ذا؟ في مهمة فشلت. سكاوت يو ريسيفت 400 اكسبيرينس يو هاف ادفانسد كويست كانسلد. مو فشلت، اتكنسلت المهمة. طيب اوكي، بس حلو اعطاني خبرة ولفلت، هذا شيء جميل. انا قلت بلفل الانتليجنس والكاريزما. بس هذا اللي بشتغل عليه حاليا، يعني تقوي شخصيتك وزي كذا، تصير لك رغبة عند الناس يرغبون فيك وزي كذا. فيعني صراحة ما ادري ايش اطور، فيرست ايد ولا انجينير ليدرشيب. ليدرشيب افضل شيء. طيب احنا بنعرف وين الامير العلة ذا. ما ادري وين رايحه. طيب رايح بركوب، رايح هنا عند بركوب يدافعون عنه الظاهر. ايوه هذا معركة قوية شوي. هذا معركة قوية شوي. طبعا الجيش حقي مو كله داخل، دفعة واحدة بس. شوف الغبي ده. طب عليه من ورا. طيب نستنى الدفعة الثانية. أنا خال حقي رايح فيهم أمه. فزنا فزنا فزنا. أو هذه الدفعة الأولى ولا إيش السالفة؟ إلا والله فزنا، بس في دفعة ثانية. هذا اللي علاقتي معاه كانت سالب. طيب نحاش الامير حقهم. يا لبيه يا لبيه، صار عندنا شيء 84
يا لبيه يا شيخ، اقسم بالله يا فل. مسكت ميليشيا، تعال. اوف 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 اوف، وش ذا؟ تعال. كفو، دراغون هذا معروف. اشكال جديد يا ولد. والله صار جيشي جامد. طيب البولتس هذه عندي افضل منها. طيب ولا مورال ومدري ايش، دعسنا ام الجيش ذا. الحين هنا اتوقع في حصار. اوف 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 اوف، اتوقع هنا عندهم الملك حقهم قاعد يحارب الهيد كوارتر مدري وشو. والله كثيرين مره ذا نفسه. عددنا 1000 وعددهم 37. شوف 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 ذا، شوف ذا، وش ذا الشكل ذا؟ تعال 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 تعال، وش ذا الشكل؟ اوخس أما في ناس هناك. انا اوريك يا حلو. كفو والله كفو. تحسنت علاقتي معاه ولا وش؟ يا لبيه عز الله بشارك في المعارك كلها. والله جنود. والله جنود. خلنا نبيع اغراضنا الحين. اخيرا صرت ايش؟ احد اعضاء ذا. والاكل شوف لا زال موجود. والله صراحة هذه اللعبة صراحة اشوف انها افضل شوية من وارباند من نواحي عديدة. من قصدي تصميم اللعبة مو طريقة اللعب. فكرة وارباند ممتازة لكن هذا يعني تصميم اللعبة أفضل والخيارات الموجودة فيها أوسع ومتفاهمين فيها أكثر. يعني وارباند يضيع عليك الجيش خلاص تاكل هوا، لازم تروح تلف على كل أم القرى عشان تدور لك جيش، وإذا كانت هذه القرى تبع دولة أنت داخل في حرب معاها فما في أمل تطلع منها جنود. هنا لا، الوضع يختلف وأسهل شوية، مو شوية إلا كثير.
بحيث ان الواحد ما يمل، يعني يقدر يطلع جيش بسرعة ويرجع الى ارض المعركة ويوقف على رجله من جديد. وهذا اكثر شيء عجبني فيها صراحة. خلي هذا الدروع الاشياء بعطيها للي معايا المرافقين، نحس اني سحبت عليهم. بس ماني معطيهم سيوف اقل من هذا. 22 ممتاز. هذا مش وضع ام البستل ذا. طيب اخذت 900 واتوقع وضعي الان ممتاز. اني ايش 69، في واحد لفل. هذا بخليهم بس جنود اقوياء يعني زي كذا، وعندهم باور سترايك ايرون فليش. هن ظالمينهم مرة. شكله كده. طيب. لك درع يا معلم. شوف شكله كيف. طلبان. بنطور الباقين. وضعنا مرة ممتاز. طبعا حررنا الآن بركوب من هجمات، وفي هجمات كثير قدام لازم نشارك فيها الحين. زي الهجمة دي اللي شكلها فيها طحن بالهبل يعني، ضد الملك حقهم دي. هاي ضد الملك حقهم. عددنا 840 هم 352. هذه معركة فيها طحن. قول بسم الله. هذه حتكون على دفعات، ما راح تكون دفعه واحده. مشكلة دم ناقص. أم عاد يا لبيه البايك. انجرحت. قلت لهم هاجموهم بدوني انا. فزنا اكيد طبعا. عددنا 700، عددهم 246. خلني اطلع انا، داعي اخسر زياده مع انه ما في خساره. ايوه كذا تمام. أنا مجروح أنا. شوف هاجم بدوني يعني نكسب الشرف حقت اللي معاهم. الهيد كوارتر كوساكا مناتي مانج تو اسكيب. هذا الملك حقهم انسحب. كفو قبضت على أمير. فوت ويل ويري اور فري تو جو. والله ما أدري ايش رأيكم، أخليه يروح ولا أمسكه؟ أبغى أمسكه، يمكن يعطوني فلوس عشان أفكه بدل ما أخليه ينقلع. لو خليته يروح بكسب شرف طبعا. حسنت علاقته معايا وقلت له انقلع ضف وجهك. I request that your death to be swift and merciful unless it is your care to join us. Goodbye for now. Thank you. When you are finally defeated. والله نذل بس ايش. ماني مخلي ذا يروح. الباقيين نحاشوا. مرزا هذا أمير كان مسجون عندهم وحررته أنا. قلت له ما عندك مشكلة وزي كذا.
تحسنت علاقتي اكثر مع هذولا، ومع ذا قبل شويه الامير اللي حررته صارت علاقتي معاه 7. قولي شكرا كفو. يا لبيه يا لبيه. شوف 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 المساجين، بناخذ افضل شيء ام عاد موسكو ريتيل. وش ذا سويدش ريتيل اخس. طيب الحين ما عندي مسافه، هذا ومعي واحد من الامراء خليه عشان ايش ياخذوه نفكه بفلوس مو بلاش. وش القوات الموجودة؟ فالنتير اوف 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 اوف، والله قوات جامدة صراحة. جيرمان انفنتري مسكتير يا حبيب قلبي. بايك من مطور هذا الماني، وكارفان ماستر ينفع ذا. تعال يا لبيه يا شيخ، وينقد هوسير تعال تعال يا لبيه، ذا شكله جامد، بتصور جنبه ذا صراحة شكله رهيب يا شيخ. وينقد هوسار. طيب بايكمان، والبايكمان مهمين، البايكمان ضد الفرسان. بارتا كباستري خلاص صرت فل الحين، 25 ثالير ولا نفضنا ام 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 الكرايم خناتي ذولا. الحين بحاول اعمل على المهمات هذه اللي اعطوني اياها، المهمه ذي حق واحد من الامراء حقون المسلمين، يقول لك ايش معطيني رساله يبغاني اوصلها للامراء ذولا. والمهمه الثانيه جيب 4 وحدات اسمها زبرهان انفنتري از بريزنر على شكل مساجين، وهذا مهمة من الملك حق المسلمين، يقول لي روح قابل جاسوس موجود في واحدة من المدن اللي هي هذه. فهذا مهمات الغبية دي بعمل عليها الحين ان شاء الله، حيث انه ايش يصير فيه تقدم. الحلقة دي سوينا تقدم رهيب صراحة.